أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار دور وزارة الأوقاف الخدمي والاجتماعي برعاية وقيادة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وصل الإسكندرية اليوم 2 طن من دفعات لحوم سكوك الأضاحي. هذه هي الدفعة 15، وبكده يكون وصل للإسكندرية 56 طن، وعلى بركة الله نبدأ التوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.